يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إن الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم ندعوك يا الله بنبيك محمد، يقولون قصدنا بالباء هنا ببركة ما أنعمت عليه، ولم نقصد بذلك ذاته ولا دعاءه لأنه ميت، فكيف يرد على هذا القول؟ الباء ما هي بهواك تصرفها على رغبك، الباء للقسم من حروف القسم. فإذا قلت أسألك بنبيك أي أقسم عليك بنبيك، أو تقول الباء للسببية أسألك بسبب نبيك، هذا تعسف. كيف تسأله بسبب نبيه؟ اسأله بدون سبب، اسأله بينك وبينه، اسأل الله مباشرة بدون أنك تلف وتقول بسبب نبيك. نعم.